احنا جعانين والله يا مامي جعانين. كل يا حبيبي قلب امك واكل كتير اهو كل. يا مامي ما احنا عارفين انه كتير بس انت بتاكليه كله. باكل ايه؟ اقصى عليك يا ميدو انا حتى نفسي مقفولة اليومين دول. نفسك مقفولة؟ اما لو نفسك مفتوحة ايه اللي هيحصل؟ هتاكليه نفسك. بتقول حاجة يا سالم؟ لا يا مامي طبعا يا حبيبتي انا بكح بس. سلامتك. وانا فين اكلي يا مامي؟ اهو اهو يا مي. طب وانا فين اكلي يا مامي؟ برضو اهو. ومن امتى يعني يا مامي وانا وسولي بناكل في طبق واحد؟ ومن امتى حضرتك بتاكل كل الاطباق دي؟ يو يا ولاد خايفه عليكوا خايفه عليكوا اللي حمتي جاب لكم نقرس ده على اساس يعني يا مامي النقرس ده هيجي لنا احنا بس مش هيجي لك انتي؟ وبعدين بقى يا ولاد انا خايفه عليكم لازم تطلعوا نباتيين. في سندوتشات جبنه رومي اهي. مدوا ايديكم ما تتكسفوش. مامي حضرتك عملت لنا مجاعه في البيت عامله زي البالونه قاعده على كرسيين وفي الاخر تقول لنا عايزين نبقى نباتيين. والله ايه العذاب ده يا ناس. مش هرد عليك يا سوري مش هرد عليك. الحمد لله الحمد لله يا رب. وبعدين النقرس انا قلت النقرس استغفر الله العظيم. احلى وقت وقت النوم. يا سلام هو ماله السرير كش كده ليه؟ مش عارفه قلب امه علي لما يجي هينام فين. مش عارفه انا صينيه الكنافه كملتهاش. معلش بكره بقى الصباح رباح. صباح نام على جنبي عشان الغازات بتبقى ايه بتضايق الواحد.